Come, please. Please, push him. وياك كان الحاجة به. السادسة ابتدائي بطلت القراية شديته مع الوالد نخدم في البحر الشرافي. هو ورثها على أبوه وأنا ورثها على أبوي. الشرفية هذه. تو براسك عندي في 33 سنة 32 سنة نخدم في الشرافي. ما كان وهذا أبوي. هذا هو. والشرافي تعب ياسر خدمتها متعبة. متعبة. الورثة معناها بالرسوم كله طاق بالرسوم رسم موارثة على 100 سنة و 200 سنة عن جد جده بالرسوم بالوعد كل دار ومولاها وفما كما قلت لك أنا بدلت هو كما هذه شرفي هذه هذه بال متاع جدود هو كما السيد هذا رئيس هذا متاع جد جد ورثها على حنين حنين ومتاع حمومة لا في الدلالة لا داخل البلدية لا داخل الدلالة مثال أنا شرفتي أنا بالدلالة عندنا هنا الناس كل بحارة فماش واحد ما يجيش يخدم في البحر تلميذ يقرأ لازم يعاون بوه ولا يعاون عمه وخاله يخدم ضروري باش يخدم في البحر كانوا نجحوا ربي عنابوا عليه ومشى يخدم مع الروح ومشى نجح ومشى وحتى كي ينجح لازم يعمل أيامات في البحر كي يجي في كونجي ولا حاجة ولا بس عبادنا كلها يعني هنا عبارة هكا هو المورد رزق الناس اللي ما عندوش ما ينجحش في الماء بتبيع مقراش يخدم البحر هي حوتها الباهي عندي بالنسبة للحوت الشرفية حوت هو السمح يعني تبات الحوتة بالنزحة مش ترجع تدخل الشرفية تدخل تبات في البحر مش سوم الكعبة في الدرينة مش سوم صباح صايمة بطبيعتها ماهيش ميتة مخنوقة ولا ميتة بصنارة ولا ما يعني ماهيش طبيعية نخدموهم نستغلوهم باش نفمنوا بهم التراث نتاعنا ونوريوهم للتوانسه قبل بالرينيره معناتها سي فري كي توريه للبرا تخدم سياحه وتخدم ويعرفوا كل بلاصه هذيك عندها خصوصيه وتجي كيما باش تحط علامه انت نتاع تراث عالمي في سيت زاده هذيك تتحط لها علامه وناس تولي تعرفها وتجيها بالذمه ابخي تو يقول لك تسجل تراث عالمي هذيك الانسانيه دونك هذيك حاجه باهيه زاد التشبث بالتراث وزادت الرغبة هذيك باش نحافظوا عليه وخاصة باش نحافظوا على الاستمرار نتاعو خاطر هذا النوع من التراث هو تراث حي معناتها مرتبط بالإنسان ومادام هو موجود ويتمارس مادام هو يتسمى تراث خاطر إذا كان اندثر ما عادش حتى ما عادش يتسجل